صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 60 لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة. جاء في المادة الأولى من المرسوم: يشكل مجلس أمانة العاصمة برئاسة صالح طاهر محمد طرادة وعضوية كل من عزيزة عبد الرحيم محمد كمال نائبا للرئيس، الدكتور عبد الواحد عبد الوهاب أحمد النكال، الدكتورة مها صالح حسين آل شهاب، خلود راشد عبد الرحمن القطان، الدكتورة لولو مطلق راشد مطلق، مبارك أحمد مبارك النعيمي، المهندس محمد توفيق رضا الله العباس، المهندس محمد سلمان علي الهندي، المهندسة هدى سلطان مبارك فرج، وتكون عضويتهم لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى.